كابتن عادل، الف مبروك. يمكن البدايه قويه خلت النادي الاهلي يفرض سيطرته ويتحكم في ايقاع اللعب بالرغم من الهدفين بتوع المصري، وقدر يحسم المباراه بسهوله. في الشوط الثاني، لكن طبعا احنا بنتكلم عن الشوط الاولاني. انت اول ربع ساعه كان المفروض تحسم المباراه بهدفين ثلاثه او اربعه، مظبوط، كمان لان جات لك ست سبع فرص. صحيح. فلما جبت الهدف الاولاني رجع المصري وجاب هدف، ودي كانت من العمق اللي احنا قلنا عليه. رجعنا تاني جبنا الهدف التاني، طار محمد طار جاب هدف جميل برضو. البنالتي اللي احنا والتهور كان جوه ال 18 من السولية، قبل السولية من ايمن اشرف، ما طلعش الكرة واحدة. يمكن في حاجات اوقات لما تلاقي الكرة مش ماشية معاك شوية يبقى انت تشيل، يعني شيل الاولانية زي ما الكابتن شريف قال ان هو حب يطلعها بشكل كويس، لكن هو لو كان شالها كان صح يا كابتن شريف، كان شالها كان خلصت. يعني عايزين يلعب السليم قوي، عاوز يلعب السليم قوي. الافضل بقى في الوقت ده ان احنا نلعبها قدام، لان في اوقات الكره ما بتبقاش ماشيه معاك، انت فاهم؟ اوقات الحظ ما بيبقاش مديك. يمكن خاصه احنا عندنا عادل خبرات تأذينا منها السنه دي كتير. تأذينا كتير في حته انك انت تبقى متقدم تعرفش تحافظ على الهدف، وممكن يدخل فيك هدف نفس في وقت في نفس الحته دي. فهي دي العمق ده اللي احنا بنتكلم عنه. عشان كده احنا بنقول ما يبقاش فيه عمق. ليه؟ علشان لما يبقى في خطا يبقى ملحوق يرجع، لكن لما بتعمل عمق، لما بيحصل خطا الكره بتدخل جون على طول لانها بتبقى قريبه من الجون. الحاجه الثانيه انت بتلغي الجون من حته الليبرو. ايوه. فانت لما تطلع بره شويه بتبقى في فرصه تاني لان تغير رتم اللعب او تغير الحته الدفاعيه للتغطيه العكسيه للتغطيه الحارس المرمى للليبرو والحاجات دي كلها اللي هو الحارس المرمى بيعمل. لكن نزلنا الشوط الثاني عملنا اداء برضو. اول 10 دقائق يمكن احنا ما كان المصري ماسك كوره متصيد الكوره اكتر في اول 10 دقائق. بدانا احنا نلعب اللعب المنتظم، التغييرات اثمرت على ان انت عملت جبت هدفين. ولكن في الاخر اقدر اقول لك ان فرقه المصري النهارده دفاع غير موجود خالص. اولا فرقه بتلعب، يعني انا شفت ان هي ما كانش بتدافع كويس. لما نجيب بعض الحالات في الشوط الثاني هتلاقي حاجات غريبه جدا في نص ملعب المصري. ما انا عارف، يعني هو بص انا عايز اقول لك حاجه. يمكن انا قلت لك كابتن ايمن قبل الشوط الاولاني، قلت لك هو النهارده الفرقه هتلاعب مين؟ النهارده الفرقه هتلاعب مين؟ وفي انهي وقت؟ وهم ضمنوا ايه؟ الفرق لما بتضمن يا كابتن بيبقى ادائها متغير. لكن في الاخر مبروك لينا الثلاث نقاط، وده اهم شيء. هنفضل نلعب للنهايه، عندنا المباريات اللي جايه ان شاء الله نكسبها كلها، مالناش دعوه باي حاجه تحصل. صحيح. احنا لينا دعوه ان احنا اصلا لما كنا بنحسم الدوري قبلها بست وسبع اسابيع، احنا بنلعب اخر ست اسابيع على نفس النمط، لان احنا وان واي، احنا طريق واحد اللي هو صحيح. المكسب ان شاء الله. صحيح.